على طول بتقولوا لي كفايه مراجعه للاعمال الجديده، وراجع لنا شويه حاجات من الكلاسيكيات، وانا جيت اهو وعندي وعدي روايه لمصطفى محمود وهي المستحيل، هنتكلم عليها في مراجعه مختصره مركزه. يلا ما تقوليش بقى، ما تقوليش، اعتقد ما فيش صانع محتوى بيتكلم كده مع الناس في التعليقات، تطلبوا الحاجه انفذ على طول، ممكن اتاخر عليك شويه ولكن بنفذ. روايات جديده موجود، ترجمات حاضر، كلاسيكيات اتفضل، ترشيحات لروايات نجيب محفوظ كانت الحلقه اللي فاتت. عشان كده من دلوقتي اهو بقول لك اكتب تعليقاتك للحلقات اللي نفسك تشوفها على قناه كوكب الكتب، وانا من عندي قبل العندي، وهنفذ ان شاء الله، وان كنت ممكن اتاخر غصب عني، الطلبات كتير وانا بحاول ارضي كل الاطراف. النهارده هكلمكم على روايه المستحيل لدكتور مصطفى محمود، روايه من اصدار دار ديوان في طبعتها الجديده بعد ما اشترت حقوق اعمال دكتور مصطفى محمود كلها، وموجوده بصوره الكترونيه على تطبيق ابجد، وحجمها مش كبير، تقريبا 185 صفحه ورقيه عاديه الا لو انت مكبر شويه الصفحه على ابجد، وانا قريتها طبعا على تطبيق ابجد وعجبتني جدا. اصدارها الاول كان سنه 1960، وده هديك ملخص سريع للقصه قبل ما نتكلم في النقد او المناقشه. قصتنا بتدور حوالين مهندس شاب، كل حاجه في حياته اتفرضت عليه، بيكتشف فجاه ان واقعه وحياته كلها مزيفه، بدايه من مراته ربه المنزل اللي ما عندهاش هم غير البيت والولاد، الى لوحه الموناليزا اللي ابوه فرضها عليه تبقى موجوده في بيته، وقعد يقنعه بمدى جمالها وان ايديها بتتحرك مع اللي بيتحرك معاها، لدرجه ان افترض ان ده راي ابوه الفني، وبعدين بيكتشف ان ابوه نفسه مقتبس الراي ده، واخده من واحده من المجلات ومش رايه الشخصي. بيتعرف على جاره ليه عايشه مأساة بس بشكل تاني، بتضطر للجواز من زوج شقيقتها اللي توفت تحت ضغط من الأسرة، وتعيش في نفس البيت فتطاردها ذكريات ولمسات أختها في كل حتة، ويزود عليها الكلام ده إن جوزها اللي هو كان جوز أختها عايز يحولها لنسخة في كل التصرفات والأشكال والحركات من مراته اللي كان بيحبها وماتت. ومش هتكلم اكتر من كده في ملخص القصه عشان ما نحرقش احداث، ولكن تعالى نتكلم في النقد او المناقشه. بس قبل ما نروح للمنطقه دي انا عندي فضول اسالك كده، هل انت قريت حاجه لمصطفى محمود كروايه مش ليه كمفكر وفيلسوف؟ قول لي في التعليقات، انا بعد الفيديو خلاص هنزل نكمل كلامنا، وتعالى نتكلم في النقد شويه. الروايه دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. الحقيقه انا مش هخفيك سرا، انا قريتها اشتراك مني في مسابقه تطبيق ابجد اللي كان عاملها، بيعمل سحب كده يعني نكسب فيه اللي هو القارئ الالكتروني بالحبر الالكتروني كهديه للناس اللي هتقرا الكتاب ده في التوقيت ده، يعني مجموعه من الناس هتقرا كلها في نفس التوقيت خلال اسبوع الروايه بتاعه المستحيل دي، واحد منهم بس بشكل عشوائي هيكسب التابلت ده او القارئ الالكتروني ده، والحقيقه نفسي في القارئ ده من فتره يعني. فجربتها قلت يلا بينا نجرب نشوف كده ايه الموضوع ويمكن نكسب، وما كنتش حاطط اي توقعات، ولكن الحقيقه انا انبهر. لو انت خدت بالك من الملخص فهو فيه افكار فلسفيه اوريدي، ولكن هنتكلم اكتر من كده. خلينا ابدا لك كده بالشخصيات، شخصيه البطل شخصيه ايقونيه بس هركنها شويه وهكلمك على الشخصيات النسائيه اللي في الروايه. في تلات نماذج لشخصيات نسائيه في روايه النهارده. النموذج الاول اللي هي الزوجه امينه، الطيبه لدرجه ساذجه وما عندهاش اي طموح في الحياه، منبهره جدا 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 بشخصيه صديقتها اللي هي المحاميه فاطمه، المطلقة المتحررة إلى درجة فجة، ولكن دول شخصيات أحادية، أو يمكن شخصية المحامية فيها شق نفسي حلو، لكن بالنسبة لي أنا الشخصية اللي كانت قوية جدا وتقارب قوة شخصية البطل هي الجارة نادية أو ناني، واللي الحقيقة حسيت إن المقصود بكلمة المستحيل يقع عليها زي ما يقع على البطل بالظبط. هل هي ظلمت نفسها لما بدافع العاطفة والشفقة وافقت إنها تتجوز جوز أختها اللي مات؟ نوع من التضحيه المبالغ فيها في حين انها ما كانتش مجبره بشكل رئيسي، يعني ما كانش الضغط عالي قوي عليها. هل هي اختارت دون وعي ولا هي عندها رغبه في الشعور باحساس الضحيه؟ هل هي شافت ان حياتها العائليه في منزل اسرتها كانت مشوهه فبشكل لا ارادي حبت ان حياتها العائليه هي تبقى مشوهه؟ وهل اللي هي فيه ده يدفعها انها تروح ناحيه علاقه حب محرمه؟ هل ده مبرر كافي؟ وهل انها ممكن تصلح اخطائها؟ يعني ما تروحش ناحيه الغلط، بالعكس تنقذ نفسها وتروح ناحيه الصح. بتهيألي قصه ناني هي المقصود بيها كلمه المستحيل، اللي هو انك تاخد كل حاجه، تكسب تعاطف الناس،
للست المضحيه وتعيش في سعاده وهنا ومع الراجل اللي انت بتحبه وفي اسره مستقره، في حين انها اتوضعت او حطت نفسها في الوضع ده. والمقارنه الغير ملموسه من بين السطور ما بينها وبين شخصيه فاطمه اللي اختارت انها تكسر كل القيود، هل ده صح وده صح ولا ده غلط وده غلط؟ ان احنا نكسر كل القيود ولا ان احنا نقيد نفسنا؟ خليني اقول لك ان الروايه فيها لغه قويه جدا وكانت مبهره بالنسبه لي، لغه قويه تقيله سرد من الفصحى المحترمه، والحوار فيها كان في منتهى الذكاء، يحمل لمسات نجيب محفوظ اللي هو تقرا الحوار وقعه على ودنك هتحس ان هو عاميه ولكنه فصحى صريحه. خلينا بقى نتكلم على شخصيه حلمي اللي احنا بدانا بيه الكلام. راجل برضه اتفرض عليه كل حاجه، وفجاه والده مات اللي كان فرض عليه كل حاجه، اساس بيته، زوجته، حياته، طريقة كلامه، حركته، لبسه، كل حاجة، فجأة الراجل ده بيموت، فبيتحول من النقيض للنقيض، خروج، سهر، وسكر كمان، لأنه ببساطة شديدة تحول لطفل فقد البوصلة، كان متعلق ببنطلون والده طول حياته لحد ما اتجوز وخلف، وأنشأ أسرة، وفجأة ملقاش قدامه حد ينور له الطريق، فبقى يخبط لدرجة إن هو هدم بيته وكان هيهدم بيت ناس تانية. اتفرج على تفاصيل حياة حلمي اللوحة زي ما اتكلمنا، ازاي والده اقنعه ان هو يحب الشاي عشان والده نفسه كان بيحب الشاي، خلاه يتأقلم ويشكل نفسه عشان يرضي والده. الكلام اللي احنا لسه بنكتشفه دلوقتي في علم نفس الطفل مصطفى محمود بيتكلم عليه من الستينات، ازاي تصرفاتك انت كأب وفرضك صورة معينة على ابنك هتخليه يغير من نفسه بعكس قناعته عشان يرضيك وياخد منك نظرة اعجاب، وازاي مع اختفاء الوصايا دي كلها هيحصل انفجار. الانفجار ده ممكن يهدم بيوت كاملة، اسر كاملة، يحطم جزء من المجتمع، لان الاسرة هي العنصر الاساسي او البنية الاساسية للمجتمع. وداخل نفكر تاني في كلمة المستحيل، زي ما كلمنا على المستحيل في قصة ناني، نفكر برضو في المستحيل في قصة حلمي. فالمستحيل هنا ان حلمي كان شخصية مهمشة صفر على الشمال، وفجأة تحول من تابع لقائد مطلوب منه ان هو يحرك حياته وحياه اسرته بالكامل، حياته دي اللي ما هو ما كانش عنده دور في اختيارها اصلا، فيحاول يغير الدفع ولكن يكتشف ان الوقت فات. نفس الكلام ينطبق على شخصيه فاطمه اللي جربت تجربه زواج فاشله فبتتمرد على كل حاجه وتتحول لشخصيه نسويه رافضه للرجاله، بل عندها علاقات ذكوريه متعدده بتنتقم عن طريقها، وفي النهايه تتحول هي للضحيه. والكلام ده كله وصلنا للخلاصه، رواية المستحيل هي رواية مفاجأة بالنسبة لي. الكاتب مصطفى محمود نجح فيها ان هو يدي اسقاطات فلسفية في حدوتة لطيفة جدا عبر ثلاث شخصيات محورية بيتنقل فيهم وبينقل لنا جزء من فلسفته، وقد ايه تأثير الآباء في حياة الأبناء ممكن يستمر بعد موتهم، ممكن يكونوا سبب في سعادة الأبناء دول وممكن يكونوا سبب في دمارهم، بحدوتة فيها تصاعد حلو جدا على ثلاث خطوط درامية تم التوفيق ما بينهم بشكل كبير، اتبسط بيها وكانت تجربة ممتازة وأتطلع للمزيد. وده يجي دورك فيه بقى، انت تقول لي ايه اللي انا ممكن اقراه تاني لمصطفى محمود كروايه مش كتاب، ونتكلم مع بعض ونستفيد. زي كده احسن تعليقات وترشيحات ومراجعات بتطلع مجتمع كوكب الكتب. يعني انت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعم لي بلايك وتشير هذا الفيديو، وبعد كده تشبع القناه وتفتح كتابك اللي جاي صحفي هيظهر قدامك على شاشه دلوقتي. فيديو ساعدك تعمل الكلام ده روح اتفرج عليه، اشوفك هناك، سلام.